مشاهدين مساء الخير، أهلا بكم معنا ومرحبا وقصر النجوم. نلتقي اليوم في هذا القصر الفسيح مع واحد من أساتذة طب القلب في مصر، مع رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ونقيب الأطباء لمدة دورتين كاملتين سابقا، مع أستاذ الدكتور حمدي السيد. قبل أن نلتقي به في غرفة الذكريات، بالقطع كل منا يحتاج في وقت من الأوقات إلى طبيب قلب، ولكن ليشرح له عواطفه ويريحه من همومه. هنلتقي فورا في غرفة الذكريات مع دكتور حمدي السيد. أهلا بيك في غرفة الذكريات يا دكتور. أهلا وسهلا. طبعا مسموح لأي دكتور أنه هو يعود إلى الذكريات عدا وقت العمليات طبعا. والله أنا أعتقد أنه العودة للذكريات لا شك أنها بتصير في الإنسان يعني مشاعر جميلة جدا، لأنه تقدر تقول كده أن في حياة الإنسان محطات يعني من اللطيف أن الواحد يرجع لها من حين لآخر، يمكن بتديله دفعة حماس أو دفعة نشاط أو بيرجع لأوقات معينة ولحظات معينة ويشوف كان طموحه إيه وإيه اللي حققه وإيه اللي محققوش. أنا بعتقد إن ده شيء مطلوب. إنما طبعا وقت ما بيشتغل في عملية ما يرجعش لذكرياته. في عملية لازم يركز كل تفكيره طبعا. أنا موضب لحضرتك مجموعة من صورك القديمة، تكلمنا كده كلمة عن كل صورة وذكرها. أوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. دي أول صورة يا دكتور. والله زي ما انت شايف حضرتك كده، ده صورة من صور القديمة قوي، كان لسه متخرج بقالي سنوات، وكنت في هذا الوقت أول سنة بشتغل فيها في إنجلترا. واللي ورا ده كان معمل الأبحاث اللي احنا كنا بنشتغل فيه، كان بنشتغل في معمل أبحاث تجارب حيوانات. ويمكن أنا التحقت في هذا المكان في بداية تقور جراحة القلب والصدر، وكان جزء كبير جدا مما هو الآن أصبح يمارس بشكل طبيعي. كان في ذلك الحين مجرد أنه حلم بيمارس على الحيوانات، وطبعا لما نجحت التجارب نقل هذا الكلام على ده. كان في انجلترا، ده كان في اواخر الخمسينات، حوالي سنه 59 58 59. جميل. شوف الصوره كمان. والله يمكن الصوره دي بتفكرني بمناسبه اول ما التحقت بالنقابه. انا التحقت بالنقابه كبدايه عمل عام في حوالي 69، وكان معانا نقيبنا في ذلك الوقت المرحوم الدكتور إبراهيم بدوي اللي هو نمرة ثلاثة، واللي جنبنا ده كان وزير الصحة في ذلك الوقت الدكتور أحمد السيد درويش ربنا يديله الصحة. ويمكن أنا الصورة دي يعني بالنسبة لي لها أهمية، لأنه في آخر الصورة من الناحية الثانية الأستاذ إبراهيم شكري اللي هو زعيم المعارضة حاليا وزميلي في المجلس. وأنا فعلا في هذا الوقت كان هو أظن وزير في الوزارة، ويمكن الصورة دي بتشدني فيها الشباب اللي كان باين على أستاذ إبراهيم شكري ربنا يديله الصحة. هو حاليا برضو لازال شباب ولازال مناضل ولازال صوته من الأصوات العالية جدا تحت قبة البرلمان. دي كانت سنة كام تقريبا يا دكتور؟ أعتقد أن الصورة دي كان يمكن سنة 73. والصورة دي؟ الصورة دي كانت سنة 62. اللي واقف جنبي ده المرحوم الدكتور عبد العزيز السيد، كان وزير التعليم في ذلك الحين، وأنا كنت راجع من إنجلترا بقالي حوالي 8 شهور، وكنت بشتغل مدرس في جامعة عين شمس، وأنعم علي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بوسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، وكان في هذا الوقت إن يمنع واحد عنده 32 سنة هذا الوسام، كان بيعتبر يعني شيء عظيم جدا. وانا عاوز اقول ان طبعا انا اتكرمت في بلدي تكريم لا وصف له ولا حد له، عدد من الاوسمه لا حد لها، اتكرمت من جميع رؤساء الجمهوريات، لكن ده كان بيسلمني براءه الوسام في هذا الوقت. عظيم. والصوره دي؟ والله الصورة دي بتذكرني بالمرحوم دكتور فؤاد محي الدين رحمة الله عليه. أنا برضو كنت عضو في النقابة وهو كان وزير للصحة في ذلك الوقت، وبرضو في الأستاذ إبراهيم شكري باين في الصورة معاه. الأستاذ إبراهيم شكري كان أيضا وزير في الوزارة. دكتور فؤاد محي الدين كان صديق وكان زميل، وأنا بعتبر أنه هو فعلا من أبر من أنجبت مصر من الأطباء. يعني اشتغل لمصر طالب وخريج ووزير ورئيس وزارة ونائب رئيس وزارة إلى أن توفاه الله رحمة الله عليه، فعلا من الإرهاق والإجهاد. الناس اللي أنا بعتز بيهم وبعتز بصداقتهم وبعتز بعمله وإنجازه من أجل مصر، وكان شخصية فريدة يعني الواحد ممكن يقعد يتحدث عنها ساعات. نقلب الصفحة. ده الصورة دي كان الاحتفال بيوم الخريجين في جامعة عين شمس في أوائل الستينيات، وأنا لابس الروب الجامعي. أنا بس عاوز أقول لحضرتك إن في هذا الوقت كان عدد الخريجين كله لا يتجاوز 150 طالب. حاليا بيصل لأكثر من 1500 طالب، ولك أن تتصور إنه نفس الكلية بنفس منشآتها بنفس مبانيها اللي كانت بتستوعب في الدفعة 150 و200 طالب، النهاردة فيها 1000 و1100 و1200. وبتجد أنا الصورة دي يمكن لمجرد الذكرى عشان تفكرني كيف كنا وماذا نحن عليه الآن. هي إحنا يعني
أخطأنا في حق مهنة الطب خطأ كبير جدا في أن احنا سبنا الدخول لا يحد رابط. صحيح في محاولات الوقت لتحديد الأعداد، لكن مع الأسف حدثت نكسة هذا العام، دخل لنا عن طريق الجي سي اي حوالي 450 طالب زيادة. المدرجات النهاردة ما فيهاش موقع لقدم زي ما انت حضرتك قلت لي واحنا قبل ما نسجل. الميكروسكوب اللي عليه واحد عليه 7، الجزء بتاع المشرحة اللي عليه 2 مفروض بقى عليه 30 و20. وبالله عليك كيف تتوقع من هؤلاء الطلاب ان هم يدربوا التدريب اللائق والواجب بحيث ان هم يواجهوا مشاكل مصر واللي مصر معتمدة عليهم في حل مشاكلها؟ صحيح. والصورة دي؟ والله الصورة دي لها ذكرى غريبة. دي صورة متاخدة في انجلترا طبعا، وانا في هذا الوقت كان لسه شباب. وما زلت ايوه. جنبي على طول في بروفيسور كليلاند، وده اللي علمني وتبناني في انجلترا وعلمني جراحة القلب. وجنبي راجل كان اسمه سير جون بيل، ده كان استاذ امراض نساء وهو المولد الملكة. وده كان احتفال عملها الجمعية الطبية البريطانية، ودعوني فيه لأنه أنا كنت مصري متميز في إنجلترا وليا نشاط ودور. وأنا بس الذكرى الوحيدة اللي عندي إن أنا لابس هنا بدلة سهرة. ما عنديش بدلة سهرة، والإنجليز ناس بيحافظوا على التقاليد. قال لي أنت هتحضر الحفلة ودي أنت بتكرم فيها، لكن لابد من بدلة سهرة. قلت له طب أجيب بدلة سهرة فين؟ قال لي روح أجر بدلة سهرة. فالبدلة اللي لابسها دي أنا مأجرها بجنيه استرليني من أحد المحلات. وكان عندي مشكلة إن ألبس الببيونة السودة دي. ما كانش ببيونات الجاهزة بتعلق كده، كان لازم تجيب بتاعها وتقعد تربطها. قعدت أتدرب على ربطها يمكن حوالي ساعة عشان اعرف اظبطها واربطها. وانا يمكن تذكرت الصوره دي لانها برضو فكرتني بايام، يعني ايام كفاح طويله قعدنا حوالي 5 سنوات في انجلترا. طيب نشوف الصوره دي كمان يا دكتور، يعني قلبوبك مليان الحقيقه. والله الصوره دي طبعا صوره زعيم الراحل جمال عبد الناصر، هو بيسلمني وسام الاستحقاق. ايوه. وانا كانت بتربطني بجمال عبد الناصر علاقه روحيه غريبه، لانه ده عن بعد سافرنا كلنا بنتابع احلام مصر، وهو كان فعلا بيجسد حلم البلد. كلنا واحنا بره واحنا مسافرين وتركين بلدنا وبنحارب بره عشان ناخد شهاداتنا ونعود، وده اللي رجعنا املنا. كان بيزرع في الناس امل انه مصر دي هتقتحم المستحيل وهتغطي التخلف. وانا اعتقد ان شبابي وجزء كبير جدا من جيلي كان الامل بتاعه انه يحقق ويوصل وما يتخلفش ونعدي، ان احنا كان عندنا امل ان فعلا مصر ما يجيبش انها تفضل ورا، انها ممكن تخش في السبق. طبعا كنا ما يعني تأمرت علينا الظروف خلتنا ما نكملش السبق كما يجب، او عرفنا نص المسافه. احنا بنعمل ان نقدر نكمل مشوار ان شاء الله. كمان صوره يا دكتور. والله الصورة دي أنا بعتقد أنها بتمثل أيضا فترة أنا كنت نقيب أطباء. دول كانوا طلبة اسكندرية عاملين مؤتمرهم السنوي طب. وأنا كنت نقيب طبعا، أنا قعدت نقيب 8 سنين. كان بيني وما بين الطلاب اللي هو شباب المستقبل نوع من الترابط الشديد ووحدة الفكر. كلنا طبعا شاعرين بمشاكلنا ومشاكل بلدنا، وانا متعاطف معهم تعاطف شديد لان انا كنت بشفق عليهم وعلى ما يكابدونه هو يعني من مشاكل بالنسبه لمستقبلهم. ولهذا انا كنت دائم الانتقال من كليه لكليه لكليه، كنت زي ما انت شايف كده بقعد مع الشباب ونتحدث في بلدنا ومستقبل بلدنا. ده دور الاستاذ الطبيعي. ده دور الاستاذ، وطبعا ده كان دوري ايضا كنقيب اطباء في هذه الفتره. طيب نشوف بقى الصوره دي. الصورة دي طبعا أنا جبتها مخصوص لأن فيها تقريبا عدد من جراحي القلب المتميزين في مصر، وأنا أفخر أن بعضهم تلامذتي. دكتور زهن الفراج اللي هو زميلنا وابني وتلميذي من أحسن جراحي القلب حاليا في إنجلترا. جنبي الدكتور إسماعيل سلام وهو أيضا أحد تلامذتي اللي أنا بعتز بيهم، وهو حاليا زميلي واستاذ جراحه القلب معانا في عين شمس ورئيس لجنه الصحه في الحزب. معانا ايضا زميلنا الدكتور حسونه اللي كان مدير معهد القلب. فدي صوره يمكن تذكاريه بتجمع عدد من جراحات. بس انا ما بتتكلموش في القلب لما بتكتمه.
والله احنا بيجمعنا علاقة طيبة جدا، يعني يمكن علاقة حب المهنة، علاقة ولاء لها، ثم علاقة زمالة طيبة كده. يمكن يعني احنا برضو بيجمعنا مش التنافس في المهنة بقدر ما علاقات إنسانية طيبة، لأن احنا كلنا بعضنا علم بعضنا الآخر، وبعضنا كان زميل طبعا. وشد في إيده وفتح له السكة، فما حدش حس إن حد حاجة بحد، بل بالعكس كلنا بنشتغل كأسرة المجال طيبة. مفتوح للجميع، هو المجال مفيش مفتوح كلام. للجميع. آخر صورة اللي جاية دي يا دكتور. دي بقى صورتي وأنا ملازم أول في الجيش مكلف، وأنا برضه من الصورة أعتزل. أنا كلفت في الجيش 4 سنوات، سنة في أيام حرب السويس، 3 سنوات في أيام حرب 67، قعدت 4 سنين في القوات المسلحة، بعتز بيهم اعتزاز شديد جدا، وبعتبر إن زمالة السلاح دي من أجمل الزمالات اللي ممكن تتحقق. يعني أنا ليا زملاء في الجامعة، وليا أولاد، وليا طلبة، لا زال أصدقائي القريبين مني جدا هم زملاء السلاح، لأنه لما تقعد خصوصا فترات طويلة، احنا قعدنا مثلا طوارئ شهور، لا ما نروحش نشوف بيتنا، بنشوف بعض كل يوم، عايش في ظروف معيشة وبتعاني وبتعايش آلام مصر ومواجعها، خصوصا أيام نكسة 67 أو فرحة انتصارنا سنة 56، ده بيوجد علاقة وربطة اسمها علاقة السلاح وزمالة السلاح. أعتقد إن دي رابطة من الروابط اللي الإنسان بيعتز بيها اعتزاز شديد جدا. إن شاء الله نكون فكرناك بذكريات حلوة. لا والله فكرتني بذكريات حلوة. يلا بينا على الأوضة اللي بعد كده. اتفضل. مش معقول طبعا جراح القلب العظيم الدكتور حمدي السيد يكون معانا وما نتكلمش شويه عن القلب. ده تحت امر الله يخليك. اولا تكلمني حضرتك كده بشكل عام عن الامراض الشائعه بالنسبه للقلب. والله لو احنا بنتحدث عن الامراض الشائعه في مصر، يمكن احنا لنا طبيعه مختلفه دايما عن باقي بلاد العالم. احنا بلد، لا احنا بلد متقدمه ولا بلد متخلفه، احنا بلد فينا مظاهر التخلف ومظاهر التقدم. أمراض التخلف في مجال القلب بتبقى أساسا لها علاقة بسوء التغذية، بعدم التهوية، بالسكن غير الصحي، بنقص المستوى الصحي العام للمعيشة، وبتنتشر في هذه المجتمعات ما يسمى بأمراض روماتيزم القلب، وده نوع من الميكروب بيهاجم الأطفال في سن مبكر، خصوصا الأطفال اللي عايشين في حتت مزدحمة، سواء كان فصول أو مواصلات أو مدارس أو بيوت إلى آخره. ونتيجة لهذا الميكروب يتولد حمى بتطلق عليها الحمى الروماتيزمية، ودي بتهاجم صمامات القلب وبتصيب هذه الصمامات بالتلف. فتلاقي الطفل في 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة في الشباب يبدأ يعاني من أثر أمراض هبوط القلب، يبقى في إعاقة، في بعض الأحيان بتبقى الإعاقة شديدة للغاية. قد يتلف صمام، قد يتلف أكثر من صمام، قد يسبب تضخم وهبوط شديد في القلب، وقد يتسبب الوفاة عن هذا المرض. ده مرض التخلف. نأتي بقى للصفحة الثانية وهو مرض التقدم. مرض التقدم اللي هو مرض العصر، اللي بيطلق عليه أمراض تصلب الشرايين، اللي هو مرتبط بالإفراط في كل شيء. الإفراط في الأكل، عدم الحركة، التوتر، الانفعال، وفوق كل ذلك مرتبط بالتدخين اللي هو أصبح مرض بيصيب مجتمعات كثيرة جداً، ومرتبط ايضا بمرضين اساسيين بينتشروا ايضا في المجتمعات المتقدمه نسبيا، وهو مرض ضغط الدم اللي مرتبط دايما بالقلق والتوتر وطابع الحياه العنيف، ثم مرض السكر اللي منتشر في مصر ويمكن بيصل لنسبه 9% من السكان مصابين بالسكر، وحوالي 12% من السكان مصابين بالضغط، وحوالي اكثر من 50% من الناس بيدخنوا. كل هذه العوامل بتتآمر على شرايين القلب، بيصاب مرض الشرايين بالتصلب، يعني الضيق، الشريان اللي بيغذي العضله بيديها الغذاء، عضله القلب دي عضله يعني بنسميها العضله النبيله، لان القلب ده هو الشيء الوحيد الذي لا يستريح في الانسان، كل حته في الانسان بتستريح. لما بتنام حضرتك مخك بينام، عضلاتك بتنام، كلويك بتنام، كبدك بينام، ما عدا القلب. يبدا من 3 شهور لما يتكون الطفل في بطن، في الجنين، في داخل الرحم، يبدأ القلب ينبض، ويظل ينبض ليلة نهار، ويستريح يدوبك ما بين الانقباض والانقباض، ينقبض يقوم يدفع الدم، يرخي يقوم يستقبل الدم، فترة راحته
هي الجزء من الثانيه اللي ما بين انقباضه وانقباضه انقباضه وانقباضه. طبعا محتاج طاقه شديده جدا، محتاج شرايين زي المواسير كده تخش في العضله تدي له غذاء. اذا الشريان ده داء معناها جزء من العضله نقص عنده الغذاء، يبدا القلب يعكس. لو انسد هذا الشريان تلفت جزء من العضله، انسد الشريان والثاني والثالث ضاعت العضله. او في بعض الاحيان انسداد فجائي في الشريان، القلب يقف يرتبك وظيفته يقف، ده اللي بيسموه ساعات السكته القلبيه. وده مرض العصر. احنا بنعاني من مشكلتين، مشكله التخلف، لازال روماتيزم القلب بيصيب 1% من اطفالنا في سن المدارس، ولازال مرض تصلب الشرايين وانسداد الشريان والسكته القلبيه والذبحه الصدريه هو القاتل الاول في معظم قطاعات المثقفين والتجار ورجال الاعمال والمهنيين والى اخره. فاحنا مع الاسف عندنا نعاني من النقيضين. طب وايه الجلطه القلبيه دكتور حامد؟ هو حضرتك الشريان ده الماسوره دي اللي بتغذي العضله وبتدي له كميه الغذاء، اول حاجه بيحصل فيها انها تخشن جدار نتيجه التدخين ونتيجه الافراط في الدهون ونتيجه عدم الحركه ونتيجه ضغط الدم العالي ونتيجه السكر، يبدا يحصل فيه خشونه في جدار الشريان ويحصل ترسبات دهنيه ومواد صفائح دمويه وجلطات خفيفه كده، فبالتدريج الفتحه اللي قد كده تفضل تضيق تضيق تضيق، وكل ما تضيق تعمل اعراض لغايه ما توصل الضيق للنهايه، الدم يبطئ جدا، يوم يحصل جلطه تروح قافله الشريان. ده اللي اسمه الجلطه. كل اللي فات ده اسمه ضيق في الشريان. الشريان يبقى فتحته قد كده، تفضل تضيق 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 لغايه ما يوصل ل 90% ممكن ضيق يسمح بمرور دم. بعد ذلك لما يبطئ قوي سريان الدم فيه، الدم يتجلط عليه، يتجلط يروح قافل الشريان، قفل الشريان جزء من العضله تلف، ده اللي اسمه الجلطه. ما يسمى بالجلطه. طيب هل هناك اتفضل 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 حضرتك. فده الـ يعني يبدا من ضيق طفيف لضيق متوسط لضيق شديد لانسداد. كل ده اسمه تصلب شرايين او ضيق شرايين او ما يسمى يعني باللغه العاميه كده امراض الذبحه الصدريه. وانا عاوز بس اقول كلمه صغيره، كلمه ذبحه صدريه دي لفظ مزعج جدا، لان كل ما حد يقول ذبحه يعني معناها الواحد جاب سكينه وقاعد يذبح. هو الحقيقه هو ترجمه غير موفقه للكلمه اللاتينيه، لانه فعلا لما جم يوصفوه زمان وما كانوش عارفين ايه المرض ده. ما يجي الواحد يمشي ويطلع سلم يلاقي حاجه راحت قافشه في صدره وموقفاه في مكانه، الراجل القديم الراجل اللي من 300 400 500 سنه ما لقاش وصف الا انه يقول لك انا حاسس زي ما تكون سكينه دخلت في صدري. ما جم يترجموها باسمها الذبحه الصدريه. كلمه ذبحه دي لها يعني رنين سيء جدا في اذهان الناس. يقول لك انا عندي ضيق في الشريان، تقول له عندك ضيق في الشريان يقول لك الحمد لله انا ما عنديش ذبحه. هو لا يعلم ان الذبحه ده ليس تشخيص. الذبحه ده هو وصف لنوع من الالم بيجي، وبالمناسبه هذا الالم قد ياتي نتيجه ضيق في الشريان وقد ياتي نتيجه 10 12 سبب اخر يسببه هذا الالم اللي احنا يعني مجازا كده بنوصفه ذبحه، يعني سكينه بتقطع في الصدر. طب دكتور حمدي لو قلنا مثلا روشتة بسيطه جدا للوقايه من امراض القلب لا قدر الله قبل حدوثها، يعني والله هو في روشتة تعطى للدوله وفي روشتة تعطى للناس. بالظبط. الدوله لو احنا اخذنا يعني روماتيزم القلب هو روشتة الدولة الحقيقة، لأنه هو مرتبط بتوفير المسكن الصحي، التغذية الجيدة، المدارس اللي فيها مساحة للأطفال، ثم رعاية طبية صحة مدرسية وما أعرفش إيه. ده مع الأسف روشتة الدولة وروشتة التقدم. ما دليل على كده كل البلاد اللي تقدمت وعدت مرحلة التخلف هذا المرض اختفى اللي هو روماتيزم القلب. كويس. فدي روشتته مسؤوليتها الكبرى على الدولة. وفي مسؤولية أخرى على العيلة، اللي بيجي له التهابات في زوره لازم يتعالج، واللي بيجي له حمى روماتيزميه مره لازم ياخد البنسلين طويل مفعول عشان الوقايه. لكن ده جانب يعني صغير، لكن الجانب الاكبر هو الدوله. ناتي بقى للوقايه قلبي بقى مسؤوليتي انا. ايوه. هي مسؤوليتي الشخصيه. كيف استطيع؟ كلنا بنسمع في التاريخ على اللي عاش 150 للقلب ده ربنا خلقه ممكن يعيش 100. سيدنا نوح عاش 900 سنه. وقطعا هذه ليست اسطوره، لانه قطعا لازم في ايام سيدنا نوح وايام اجداد اجدادنا كانت الحياه صحيه، لا في تلوث ولا في دخان ولا في سجاير ولا في اكل سيء ولا في كل المظاهر اللي احنا عايشينها دي ما كانتش موجوده. يعني هذا القلب اللي بدا ينبض من 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 3 شهور يستطيع ان يستمر انه ينبض 100 سنه و120 سنه لان هو بيبدا به الحياه وتنتهي به الحياه. ما يمكنش الحياه تنتهي الا اذا القلب وقف.
طب انا اقدر احافظ على قلبي، طبعا اقدر احافظ عليه جدا. ازاي اقدر احافظ عليه؟ لو تجنبت ما يسيء اليه. وانا هحط ترتيب المسيئات في بلدنا المحروسه هنا باربع مسيئات. المسيء الاول وبيشكل اكثر من 50% من الاساءه هو التدخين. ولو نقف كلمتين عن التدخين، العالم كله بيبطل تدخين ما عدا العالم الثالث الغلبان اللي التدخين فيه بيزيد. احنا واقعين تحت عملية غسيل مخ من شركات السجاير. 6 شركات سجاير في العالم بتملك أرصدة رهيبة وأموال رهيبة ومركزة كل يوم تدخن السجارة الفلانية عشان تربح معرفش ايه وتسافر كابري وتحضر كاس العالم. مش عارف رالي السيارات الفراعنة ايه تكملي وشركة ايه بتاعت السجاير طول النهار. ليس لدينا الا الزن على ودنا. وطبعا حضراتكم في الاعلام لكم مسؤولية. البطل العظيم اللي بتحبه الناس في لحظة الانتشاء ولا لحظة مش عارف التوتر ولحظة ايه السجارة تطلع وتتولع بحيث اصبحت جزء من اعراض الرجوله المبكره. الولد الشاب الصغير يشوف اللي بيحبه بيشرب سيجاره يطلع السيجاره. الاب اللي بيدخن قدام ولاده، اول ولد ما يعرف يدخن يروح يشرب سيجاره بعلبه ابوه ويشرب سجاير. المدرس في الفصل اللي بيدرس تلامذته، الممثل العظيم اللي بيطلع ضروري السيجاره ببقه، الدكتور اللي يقعد قدام العيانين يقول لهم اقعد دخن وقعد يلفع سيجاره ورا سيجاره. التدخين القاتل رقم واحد في قطاع المثقفين والمهنيين ورجال الأعمال، وأحد الأسباب الأساسية للوفاة بالسكتة والذبحة في مصر هو التدخين. عظيم. تعرف حضرتك 16% من طلبة مدارسنا بيدخن. تعرف حضرتك أن 40% من دكاترتنا العظام بيدخن. 60% من مدرسينا اللي بيدرسوا لنشئنا بيدخن. تعرف حضرتك أن الأسرة المصرية بتصرف 10% من دخلها على السجاير، واعتقد ان ضروري بعد ما زادت اسعار السجاير ارتفع، وبتصرف 6% عن بروتين. البروتين اللي بيبني الجسم وبيبني المخ للاولاد واللي بيبني العضلات واللي بينشئ مستقبل لمصر. نصرف الاسره تصرف 6% من دخلها هو 10% على التدخين. دي مأساتكم. اتنين يا دكتور، اتنين مرضين سهل اكتشافهم وسهل علاجهم. السكر والضغط الدم العالي. انا قلت حضرتك ان السكر حوالي 12% من السكان مرضى بالسكر. اي واحد عنده تاريخ مرضي في العيله في الاسره لازم يكتشف السكر بدري، لانه اكتشف بدري وعولج مضاعفاته بتضيع. كويس. ترك بيترك مضاعفات في كل جزء ومن ضمنه القلب. ضغط الدم العالي برضو ده موجود في حوالي 8-9% من الناس. كل اللي فيها ان اي واحد فينا بيروح لدكتور حتى ان شاء الله بيشتكي من دماغه يقول النبي اسل ضغطي. لو كل واحد فوق سن ال20 او 25 قاس ضغطه كل 2-3 سنين هيكتشف الضغط المبكر. ما بين ظهور الضغط وحدوث الاعراض 20 سنة. تقعد حضرتك 20 سنة والضغط عالي والدم بيضرب في شرايين الجسم سواء شرايين القلب او شرايين المخ او شرايين الكلى 20 سنة بوم بوم. بينما لو انا اكتشفت الضغط وعالجته يبقى اذا مطلوب المتابعه. يعني متابعه. كويس. اخر حاجه بقى عادتنا الاكل السيئه للغايه. سمنه اللي شبر في الاكل، الاكل الدسم، عدم ممارسه اي نوع من النشاط او الرياضه، كل ده بيؤدي ان هذه الدهون بتتراكم سنه ورا سنه ورا سنه، تضيق الشريان، تخشن الشريان، تبطئ الدوره الدمويه، الشريان يضيق، الجلطه تحدث، النهايه تيجي لا قدر الله. تمام يا دكتور. طيب احنا اخذنا روشته جميله في هذه الغرفه ونتوجه للغرفه اللي بعد كده. شكرا. اتفضل يا دكتور. في غرفة قوة الملاحظة وسرعة البديهة. يتهيألي طبعا الدكتور أكثر الناس احتياج لمثل هذه الموهبة. يعني أعتقد كده، بس طبعا كل واحد بيدرب موهبته في تخصص معين. يعني أنا يعني طبعا سرعة البديهة لعيان تتصرف في عملية الزنقة يبقى عندك رد فعل سريع، لأن ده طبعا ده جزء أساسي من شغل الطبيب، لازم يتصرف بسرعة. يعني حصل مواقف كده وحك يعني بتعمل جراحة مخه ما يتشل شوية، لأنه لو تشل مخه خلاص ضاع العيان وضاع كل حاجة.
لكن ليس بالضروره ان انا يبقى عندي سرعه بديهه في تمثيليه ولا لا في طبعا. مطب انت محضره لي، بس لا لا. عشان احمي نفسي لا طبعا، لا من طبعا. عايز اقول الوقوع لحضرتك قبل في ما نشوف المشهد، اي. يعني هل حصل بالنسبه لحضرتك مثلا، طبعا حصل كتير، بس احنا عايزين نعرف موقف اثناء عمليه جراحيه مثلا حصل شيء مفاجئ وكنت محتاج لسرعه بديهه قوي في هذا الموقف. لا ده العادي، وبعدين احنا بندرب على هذا يعني، وبندرب اولادنا الصغيرين على هذا، انك بتخش تعمل عمليه صغيره وقد تنتهي بعمليه كبيره جدا لانه حصل مشكله غير متوقعه. زي ايه يا دكتور مثلا؟ يعني احنا عندنا انواع كتير من العمليات بتتعمل، بعضها بتعمل حاجه اسمها قلب مغلق، انك تقدر تشتغل والقلب شغال، توسع صمام والقلب بيشتغل، فتحه بين شرايين تربطها والقلب شغال. تفاجأ انه الذي توقعته ما كانش موجود، وانك محتاج بدل ما يبقى القلب شغال انك تجيب جهاز قلب صناعي تدخله وتوصله وتوقف القلب وتشتغل، بقى تنقلب عمليه من عمليه صغيره لعمليه كبيره، ولازم انت نفسيا وذهنيا محضر لهذا، لانه بخش افتح صمام لقيت جلطه قد كده في القلب قافله الصمام، لو سبتها العيان مات، لو حاولت تطلعها من غير قلب صناعي العين هينزف لما يموت. يبقى انت لازم وانت فتحه مفتوحه ازاي تتصرف بسرعه وازاي تدخل المكنه وتوصلها وتشتغل وبعدين تفتح وتشيل، طبعا بتبقى محطوط تحت ضغط نفسي شديد، لكن سرعه التصرف والتدريب بتاع المساعدين وانسجام العمل داخل اوضه العمليات، اذا اختل منه حاجه زي واحد بيلعب بقى اوركسترا وكل واحد عارف دوره، والا تاهت اللعبه، باظت السيمفونيه بالظبط، والا بالشكل ده انت مش هتحقق اللي انت عاوزه. يلا بينا الاوضه اللي بعد كده. يلا اتفضل. الأستاذ الدكتور حمدي السيد يتفضل داخل قاعة المحاكمة. أهلا دكتور. أهلا. اتفضل يا دكتور. دخلت حضرتك محاكم قبل كده فعلا؟ يعني تستغرب جدا، أنا ما دخلتش محكمة في مصر لكن دخلت محكمة في إنجلترا. ازاي؟ كنت شاهد في احد القضايا خاصه بالمريض اصيب في حادث وانا توليت علاجه في المستشفى، فطلبت، كان عاملين حاجه اسمها انكويست، انكويست يعني تحقيق. والتحقيق ده بقى فيه محلفين وفي واحد قاعد، وبعدين بيعملوا زي نوع من السؤال والجواب عشان يتاكدوا هل الشركه اللي كان بيشتغل عندها العامل دي مقصره في حقه بحيث اصيب بحادثه عمل ولا لا، وان انا الطبيب المعالج طلبت للشهادة. يوم ما طلبت للشهادة حصل لي ارتباك شديد للغاية، يعني قعدت ليلة ما نامش. ورحت للأستاذ بتاعي قلت له أنا أعمل إيه؟ ده أنا طلبت المحكمة الإنجليزية، أنا عمري ما دخلت المحكمة لا في بلدنا ولا في أي حتة، مش عارف أعمل إيه؟ قال لي لا، ده هم هناك هيحلفوك اليمين وأنت هتقول لهم بالظبط الراجل ده لما جه كان متعور هو اتكسر ضلوعه وحصل له نزف حوالين الرئة وأنا عملت له عملية واضطريت أشيل له جزء من الرئة، يعني شغلانة كده أدت إن الراجل ده فقد جزء من رئته. فهيسألوك ايه ظروف الحادث وانت هتشرح وما ترتبكش ولا حاجه. فعلا دخلت قعدت، ندم عليا وجابوا لي القرآن حلفت عليه. قرآن؟ في انجلترا. في انجلترا. عشان حضرتك مسلم. عشان يعني. مسلم. ايوه. وبعدين الراجل قعد يسألني وفي اتنين قاعدين، واحد بيتكلم طبعا عن الشركه، واحد عن الراجل، كل واحد فيهم سألني كام سؤال كده فانا جاوبت. وهم نبهوني ان انا ما اتهمش الطبيب اللي عالجه في الاول ان هو قصر في حقه، يعني يعني اللي حصل ده هل في غلط في العلاج لما راح المستشفى؟ قلت له ما فيش حاجه. وبعدين خلاص خلصوني، فانا يعني استغربت كده لان بعد شويه لقيته خلاص ما عادش حد عاوزني، قلت لهم يعني اقعد ما معناه اقعد، وبعدين بعد شويه لقيت نفسي قاعد قلت اخرج، فشاورت كده اخرج، قالوا لا اتفضل مع السلامه. خدت بعض وجريت. ومش مصدق ان انا خرجت بسلام كده من المحكمه، لقيت واحد بيجري ورايا بيخبط عليا قال له والله تعالى كده عشان عايزين، افتكرت بقى رجعوا كلامهم تاني. فرجعت لقيتهم موضعين على ورقه ودفعوا لي 25 جنيه. دفعوا لك؟
اعتبروا ان انا كوني سبت شغلي ورحت وجيت هذه الشهاده استحق عليها من حكومه جلاله الملكه مكافاه على الوقت الذي ضيعته. خبرتي الوحيده في المحاكم انا شفت مستشار ومعنى معيش 25 لم اذهب لاي محكمه وان شاء الله ربنا يكمل ايامنا على خير لا ان شاء الله وتنتهي ايامنا من غير برضه ما نضطر ان احنا نمثل قدام محكمه لا ان شاء الله دي محكمه منوعات يعني ماشي. بنوجه لحضرتك بعض الامور وحضرتك بترد لنا على كل امر من هذه الامور اللي قيلت او ترددت يعني. حضرتك توليت امر نقابه الاطباء لمده دورتين كاملتين ثمان سنوات. ما هو الدور الفعال اللي قدمته للاطباء خلال الدورتين دول؟ يعني حضرتك انا طلب مني ان انا ارشح نفسي نقيب الاطباء مره جايه الدورة اللي جاية دي ورفضت لان بقول ان كل واحد عليه يعني دور في الحياة يؤديه مرة واحنا مش ممثلين هنلعب نفس الدور على نفس الحلبة كل الليلة يعني الممثلين اللي بيقعد يمثل 5 سنين و6 سنين عادل امام ده كان الله في عونه لانه انا جيت طبعا استلمت المهنة كانت في حالة يعني فيها مشاكل متعددة وكان اهم هذه المشاكل في هذا الوقت انه عدد الاطباء بتتزايد بشكل شديد جدا مع موارد ومصادر للدخل ومصادر للعمل متدنية للغاية. أنا أعتقد أن في فترة وجودنا في النقابة أنا نجحت في أن احنا نحد من عمليات إنشاء كليات الطب. نجحنا بعض الشيء في أن احنا خفضنا أعداد دخول في كليات الطب. نجحنا في أن احنا بفضل قانونين للمهنة تموا وأنا كان طبعا نفعني أن أنا كنت عضو مجلس الشعب في هذا الوقت ونقيب أطباء في نفس الوقت. فعدلنا قانون اتحاد المهن الطبية وقانون حاجة اسمها مزاولة المهنة. النهاردة أصبحنا زي أي مهنة محترمة، أي عيادة لازم تسجل، أي مستشفى خاصة. كان زمان فوضى شديدة جدا، تقدر تعمل مستوصف إن شاء الله تعمله فتحت في كشك ولا في محل حدش بيقولك ده تعمل إيه وتعالج وتدي دواء إلى آخره. القانون النهاردة يعني نظم هذه العملية. النقابة بقى لها دور أساسي في رقابة العمل الخاص، بقى لها موارد شديدة جدا سمح للنقابة إنها ترفع المعاش. كان معاشنا 10 جنيه و12 جنيه، النهاردة بقى معاش العضو الاتحاد اللي هو الطبيب والصيدلي والبيطري والأسنان والطبيب البشري حوالي 70 جنيه في الشهر، وده بفضل الموارد اللي تمت بتعديل القانون. طبعا تمينا اهتمام خاص بما يسمى بالتعليم الطبي المستمر، وحضرتك يمكن اطلاع بسيط جدا يوميا على أي جورنال هتلاقي على الأقل يوميا يا مؤتمر طبي يا ندوة طبية يا نشاط علمي مكثف جدا، وده بفضل نظام للتعليم الطبي المستمر ونشاط للنقابة مكثف على مدى سنوات طويلة جدا. واحنا بنفتخر ان احنا من بين المهن القليلة اللي مسابقين العالم، ما احناش متأخرين كتير، هتلاقي يمكن نص خطوة. لكن لا تجد جهاز حديث في الطب لا يستخدم في مصر، لا تجد علم جديد في الطب لا يستخدم في مصر. احنا مختلفين عن باقي المهن، وانا مش عاوز اجيب سيرة مهن تاني عشان ما ازعلش حد، لكن عاوز اقول لحضرتك اي جهاز الماجنتيك ريزونانس اللي هو الرديد المتردد اللي هو احدث صيحه في عالم الطب في 3 اجهزه في مصر. بيعمل الجسم كله. اجهزه فحص المخ، القلب، العقل، اجهزه موجات فوق صوتيه الملونه اللي بتلون القلب وهو داخل وخارج وتوين اللون الازرق من الاحمر، وهذه من اغلى واحدث التكنولوجي في العالم في 4-5 اجهزه في مصر. لن تجد علم جديد في مجال الطب في العالم وانا بدعي هذا الا ما تلاقيه بيمارس في مصر. زرع عدسات العين، زراعه الكلى، مش عارف تكسير الحصاوي بالاجهزه، وده بفضل حماس شديد جدا اطلق في النقابه واطلق في المهنه ان احنا لابد ان نسابق ونتفوق، نسابق ونتفوق، وهتلاقي هذا السبق والتفوق شغال. انا مش عايز اتكلم اكتر من كده، ولا عظيم العيب، بس انا عايز اقول لحضرتك انه انا لن أرشح نفسي تاني نقيب الأطباء لأن أنا عانيت 8 سنوات وعانت أسرتي وأولادي عمل دؤوب، وأنا أعتقد أنه لازم حد أصغر مني وأكثر مني شبابا يقدر يقوم بالمهمة بعد الدكتور ممدوح جبر ربنا يديله الصحة، لأنه هيكمل مدتين بتوعه في خلال العامين القادمين. والله ده بقى يعني رأي حضرتك وشأن الأطباء في مصر أن هم يصطفوا مع حضرتك في هذه النقطة. دكتور حمدي، حضرتك في دفاعك عن الأطباء في إحدى الصحف القومية قلت وصرحت أن الطبيب مثل السمكري والميكانيكي، يعني لا أنا لا أعتقد ولا أتصور أنه إنسان يقدر يقول أن الطبيب مثل السمكري والميكانيكي.
كانت هناك شائعة تقول إنه لما تحدد فيزيتة الدكاترة، طب ليه ما بتحددش فيزيتة باقي المهن؟ وكانت هناك شائعة تقول إذا كنت ما بتحددش فيزيتة المحامي وفيزيتة المهندس المعماري وفيزيتة باقي المهن اللي هي بتتعامل مع المجتمع، إشمعنى بتيجي عند الطبيب وتحدد الفيزيتة بتاعته؟ والحقيقة دي قضية بيدور حواليها حوار طويل جدا، لأنه أنا لا أؤمن إطلاقا بأسلوب تحديد الأسعار بدون وفرة إنتاج، لأنه دايما ضرب الأسعار ما يكونش إنك تقول إن الطماطم لازم تتباع بخمسة ساغ وما فيش غير 10 كيلو طماطم في السوق. الطماطم في موسم الطماطم بتترمي، ما حدش بيرضى يجمعها لأنه تكلفة جمعها أغلى من بيعها. في وقت الندرة بتغلي، ولو أنت عملت مهما عملت هتغلي. أنا كنت دائما بدعي إنه حل مشاكل علاج الأطباء وأجورهم العالية ليس إن أنا أجيب لهم مفتش تموين على كل عيادة وأقول له اللي داخل واللي خارج أنت خدت من الدكتور قد إيه، مش هتمشي، لأن دي علاقة خاصة جدا بين الطبيب والمريض. لكن الحل في هذا إن أنا أزود منافذ العلاج. الحكومة النهاردة عملت مستشفيات، وأنا عاوز أفتخر في هذا القاعة قدام سيادتك إن إحنا عندنا مستشفى اسمه مستشفى عين شمس التخصصي، انشئت بفضل جهد برضه متواضع من العبد لله مع زملاء ليا. هذه المستشفى بتقدم خدمة على أرقى مستوى مستويات الاستثمارية بعشر كامل. الدولة نزلت في هذا المجال، قدمت لك مستشفى أحدث أجهزة، أحدث خبرة، أحدث تمريض، وفندقة عالية جدا، وبتدفع عشر الثمن اللي بتدفعه في مستشفى أخرى استثماري عالي، وأنت عليك أن تختار. لما بقول عيادات، احنا نجحنا في مصر الجديدة، انا عندي في مصر الجديدة العلاج متوفر لكل انسان في حدود ما بين 50 قرش وجنيه و2 جنيه. كل جامع فيه مستوصف، كل جمعية خيرية عاملة مستوصف في مستشفى، كل كنيسة عاملة مستوصف في مستشفى. فاحنا اتفردت مصر الجديدة كلها بمستوصفات ومستشفيات. النهارده بنعمل عملية لوز ب 20 جنيه ومصران اعور ب 30 جنيه، بتعمل في مستشفى السواري 1000 جنيه، بنولد ب 25 جنيه في مستشفيات محترمة ومدرسين بالجامعة. اذا حل هذه المشكله. انت لما جيت قلت البطاقه والتموين وكلام من، رحت عملت مجمعات استهلاكيه. لو قفلت مجمعات استهلاكيه النهارده الاسعار هتتضرب في اثنين، لان البقال بينافس المجمع الاستهلاكي. ساعات البقال اللي جنب المجمع الاستهلاكي بيحاول يبيع ارخص لانه عارف لو باع اغلى مش هيبيع. اذا علينا ان احنا نفكر ان انت يوم ما تلاقي سلعه نادره انك تكسر هذه السلع، تكتر اماكن توزيع هذه الخدمه، يعني منافذ الخدمه اذا زادت بعد كده الطبيب بقى اللي هيغلس في زيته مش هيلاقي حكيم يروح، لانه هيقدر يلاقي سيد وسيد سيده في مستشفى اخرى وبيدفع عشر الثمن. لماذا لا يذهب الا اذا كان بقى مخه؟ ويمكن برضه دكتور حمدي بعد اذن حضرتك برضه في لمسه انسانيه المفروض عند الدكاتره الكبار، لانه طبعا احنا برضه مع حضرتك انه في امراض معينه او في مرضى معينين ما بيستريحوش نفسيا الا عند استاذ معين. انا مش هدافع عن هذا، لكن انا بقول بقى الواجب بقى اللمسه الانسانيه اللي عند الاستاذ ده انه يؤدي حق الدوله عليه. بالزبط. انا لا اتصور استاذ كبير في الطب ما بيكونش متواجد في مستشفيته عشان يشوف فقراء المسلمين وفقراء البلد وفقراء المواطنين اربع خمس مرات في الاسبوع. بالظبط. هنا بقى اطالبه بقولوش رخص عيادتك، لكن تواجد في مستشفيتك اربع خمس مرات في الاسبوع وشوف مرضى الفقراء بالمجان، وهو ده الزكاة بتاع علمك واللي الدولة ادتهولك، لان مفيش حد وصل لهذا المنصب الا ما الدولة قدمت له كثير. ايه المقابل؟ ما المقابل لازم ادفعه للناس طبعا كده. وده جزء من همته. طيب دكتور حمدي، حضرتك دائما بتتحمس لقضايا ذات اهمية كبرى، واحيانا تتوقف او يصيب هذا التحمس شيء من الفتور، واليك بعض القضايا بشكل سريع. في الدورة الاولى لمجلس الشعب تقدمت بمشروع قانون إنشاء هيئة الإغاثة على الطرق السريعة، ما مصير هذا المشروع؟ دعوت إلى إنشاء اتحاد موسع لكل المهنيين يكون بمثابة مجمع لعقول مصر يساهم في التخطيط لبنائها. ماذا تم في هذين المشروعين؟ هيئة الاتحاد المهني الطبية احنا تحمسنا تحمس شديد لهذا، وكان أملنا أن يكون زي ما في اتحاد العمال موجود في ناحية يبقى في اتحاد للمهنيين موجود في ناحية أخرى. ودول أنا كنت بسمي اتحاد العمال ده زراعة الأمة، واتحاد المهنيين عقل الأمة، والأمة ممكن تمشي بزراعها وبعقلها. وكان لدي تصور معين، واحنا ناقشنا هذا التصور على مستويات كثيرة جدا، وتقدمنا بمشروع وتحمسنا له حماس شديد جدا، لكنه اصطدم
في هذا الوقت بعقبة الوضع السياسي، كنا في فترة المنابر، ثم بعد كده جت فترة الأحزاب، ثم بعد كده جت خوف من أن تستخدم هذه الاتحادات كمنابر حزبية. ومع الأسف الشديد يعني أنا عاوز أقول بمنتهى يعني التواضع أنه يبدو أنه بعض من كان لديهم فكر في ذلك الوقت على حق، لأنه إحنا بنرى النهاردة بعض النقابات المهنية أصبحت خرجت عن دورها المهني اللي هو خدمة المهنة. وأنا ما بكلم عن المهنة، المهنة لها ضلعين، ضلع منه المواطن اللي بيخدم بالمهنة، وجرع منها ممارس هذه المهنة. ما بكلم عن الدفاع عن مهنة الطب، أنا أيضا زي ما بدافع عن دكاترة لازم أدافع عن المواطن الذي بتقدم له هذه المهنة. هذا دور المهني كما أنا أعلم، والنقابات المهنية دورها، ولما أنا كنت متصور دورها كهيئات تخطيطية تساهم في رفع الأداء بمهنها. مهنة المهندسين لما ترتقي، ومهنة الأطباء لما ترتقي، ومهنة المحاماة لما ترتقي، والمعلمين لما ترتقي، كل هذا ما هم في النهاية هو ارتقاء عام للدولة ككل. مع الأسف زي ما أنت شايف حضرتك على الساحة الوقت، بعض هذه النقابات خرجت تماما عن هذا الدور وبدأت تبقى يعني مطايا لبعض التنظيمات السياسية. إذن الخوف من هذا الاتحاد إن هو يخرج عن دوره أعتقد كان في هذا الوقت أوقف المشروع. مش أوقف المشروع، وكان يمكن نظرته فيها قدر من الحكمة أكثر من تحمسنا اللي كان مبني على مصلحة. رؤيتنا للمصلحة العامة في هذا الوقت. الإغاثة على الطرق، أنا أعتقد أن المشروع لازال يعني ساخن للتنفيذ، وهو المشكلة بتاعت هيئة الإغاثة على الطرق كان لها وظيفة أساسية، وهو أنه نقلل ما أمكن من حوادث الطرق، لأنه حوادث الطرق زي ما حضرتك عارف لها مشاكل كثيرة جدا، جزء منها خاص بالمرور، وجزء منها خاص بالطرق، وجزء منها خاص بالسيارات ومشاكلها، وجزء منها خاص بالإغاثة. سيارات عطلت، حادثة حصلت، وكلنا عارفين أنه كم من المشاكل الشديدة، واحد يتعور في حادثة لما جيله عربية إسعاف تكون فات الوقت. في نجاح جزئي، حضرتك هتشوف الطرق السريعة بقى فيها مراكز إسعاف، بقى فيها عربيات إسعاف، بدأ يبقى فيها عربيات نجدة، بدأ يبقى فيها. قيل لنا إنه إحنا زهقنا من كتر المجالس العليا، ما إحنا عندنا مجلس أعلى للإدمان، ومجلس أعلى مش عارف للمياه النقية، ومجلس أعلى للصرف. كل ما يتعمل مجالس عليا كل ما الإنتاج بيبقى قليل. إنما كان لا شك إن الدراسة المكثفة اللي إحنا عملناها حوالين حوادث الطرق، والنهاردة أنا شايف كان في مؤتمر المرور منذ أسابيع برضو حدث فيه تداول مرة تانية لمثل هذه المشاكل. أنا بعتقد الوضع تصلح نسبيا، لازال قدامنا مشوار طويل قوي علشان نحقق فعلا الأمانة والسلامة على الطريق. بالضبط يا دكتور. حضرتك متضرر من أي بند في المحاكمة؟ والله أنا بعتقد إن المحكمة لديها سعة صدر، وأعطتني الفرصة إن أنا أتحدث بمنتهى الحرية، وأنا بشكرها على ذلك. الله يخليك يا دكتور. دائما وأبدا بترفع الجلسة والحكم للجمهور، ويخلى سبيل الدكتور حمدي السيد ما لم يكن مطلوب في غرف أخرى. رفعت الجلسة. اهلا بيك يا دكتور في القهوه. اهلا وسهلا. حضرتك بتحب تقعد في القهاوي؟ والله يمكن اخر مره قعدت على القهوه اعتقد لازم من 15-20 سنه، لكن انا فاضل طول عمري اوقات صغيره قوي كده امشي في الشارع، مثلا ما بين العربيه للعياده، او ساعات بكون في وسط البلد وفوت على قهوه والاقي الناس قاعده والطاولة شغالة والطمنة شغالة، والناس ناسية كل هموم الدنيا ومشاكلها، فأقف شوية كده أحسدهم شوية وبعدين أخد بعضي وأمشي. زمان لما كان الواحد بيقضي وقت كفاية في المصيف أو غيره، كلنا أصدقاء كنا بنجتمع عشان نلعب طاولة، وكانت وقت ظريف بنقضيه. لكن مع الأسف أنا بدأت أشيل هموم من بدري. وأنا أعتقد بدأت أشيل هموم البلد من بدري. الأول بدأت أشيل هموم المهنة، وبعد ما بدأت أشيل هموم المهنة بدأت أشيل هموم البلد، وبعدين ما بدأت أشيل هموم البلد
لقيت نفسي ما عادش عندي وقت غير ان انا فعلا اشيل هموم. يعني الوقت القليل قوي ان الواحد يقدر يقعد ويرتخي وينسى الدنيا ويبقى كل همه ان يجيب دش عشان يمسك في خانة اليك ويكسب الدور وينتعش. افتقدت. فانت بتفكرني بحاجه ظريفه جدا. انا كان نفسي اعملها من زمان. يعني هيك بتحب فعلا الطاوله وبتستمتع جدا بالأمن. انا زمان وانا طالب طب كنت احب الشطرنج لان كان بنعتبر ان الشطرنج ده نوع من الـ من الـ زي ما تقول التدريب العقلي. تنشيط الذهن. والتنشيط الذهني. بعد ما انشغلنا والوقت فات الطاوله طبعا مزيت انها لعبه خفيفه وسهله ويعني ومتاخدش وقت كتير. لا نطلب طاوله. يا عم عمر هات لنا طاوله لو سمحت. طاوله. بتلعب كل انواع الطاوله يا دكتور؟ والله انا بلعب عاده ومحبوسه وكان في زمان حاجه اسمها جول بهار ولا جول جهار. شكرا يا ماما. شكرا. ما اعرفش كان دي لسه بتتلعب. بتتلعب. طبعا جول بهار. طبعا. تاخد الابيض ولا الاسود حضرتك؟ لا انا هاخد الاسود. ما هو دايما عارف حضرتك بلاحظ انه يعني حتى لما بنشوف ناس بتلعب طاوله اللي بشرته بيضه بيختار الاسود واللي اسمر شويه بياخد الابيض. يمكن هم يمكن اللي نظره ضعيف بيحب الاسود واللي نظره قوي بيحب الابيض. يجوز. طب نلعب محبوسه يا دكتور حمدي؟ نلعب محبوسه. ماشي. انت حك بلدك الاصليه يا دكتور؟ انا بلدي اسمها ميت الخولي مؤمن مركز منيه النصر. انا ده اهلاوي. ده اهلي. جميل. الكبير وزع ومتعصب جدا للاهلي. طبعا اكيد. تشرب ايه حضرتك؟ انا اشرب شاي. شاي؟ اتنين شاي ونبي يا عم عمر. حاضر يا بيه. كنت عايز اسال حاجه كده واحنا بنلعب يا دكتور. كنت حضرتك قدمت مشروع خاص باستزراع 1,000,000 فدان وبعدين المشروع ده بعد ما حضرتك كنت متحمس ليه جدا ما سمعناش عنه حاجه. لا انا الحقيقه ما قدمتش مشروع خاص بزراعة فدان. انا بقول انه مشكله مصر النهارده وخصوصا مشكله البطاله عاوزه مشروع قومي كبير قوي قوي تلم الناس حواليه. يعني مثلا زمان في بدايه الثوره كده كان كلنا مجمعين على حاجه اسمها السد العالي. وبنينا السد العالي في وجه تحديات رهيبه جدا وكان حلم مصر انها تبني السد العالي. واعتقد السد العالي ده عمل في مصر طبعا جدا. طبعا النهارده فاتت قضيه السلام وفاتت قضيه حرب اكتوبر وفاضل قضيه احنا محتاجين بقى نجتمع على قضيه كبرى تلم الناس حواليه. احنا قضيتنا النهارده ايه في مصر؟ قضيتنا الاكل. ما بناكلش من عرق من انتاجنا. بنمد ايدينا عشان ناكل من بره. 60% 70% من احتياجاتنا من الاكل بنجيبه من بره. اذا ارادتنا فيها جزء مسلوب. اللي بيقدر يديك الاكل بيقدر ما يديكش الاكل. لما بتزني شويه في الديون ما اعرفش مين مفيش اكل. طيب معقول مصر اللي طول عمرها كانت سله الغلال بتاع الامبراطوريه الرومانيه وكانت بتوكل كل ايام مجد الاسلام كانت مصر بتنتج القمح بتاع كل هذه المنطقه. الا نستطيع ان ننتج قمحنا وعندنا ارض وعندنا صحراء وعندنا سواعد شباب؟ ليه ما نحلمش كده ان احنا نزرع 1,000,000 فدان قمح ويكون ده حلم مصري؟ هو الفلاح ساب الارض. سيبنا الفلاح ساب الارض. ماشي. طب الشباب اللي مش لاقي حاجه يعملها وتعالى بقى شوف اللي بيحصل النهارده اللي بيطلع يزرع في الصحراء المشاكل والمعوقات اللي بلاقيها. طب ما نحط ايدينا في ايدين مصر ويبقى حلم مصري. كل من يقدر يبني، كل من يقدر يزرع، كل من يقدر يطلع شتله. ده مش بس انا اساعده، ده انا اديله سام، ده انا اديله كاس انتاج، ده انا اديله حاجه. نفسنا نحلم في يوم كده قبل ما القرن ده ينتهي. انا عارف ان النهارده في مشروع عملاق جدا اسمه زراعه 400,000 فدان في سينا. عاوز قبل ما اموت اشوفه. لا ربنا يديك الصحه. لانه يوم ما يبقى فيه 400,000 فدان مزرعين في سينا يعني معناها في 1,000,000 واحد بياكلوا حواليها. يعني معناها بنعمر سينا. عندنا في الوادي 55 مليون، عندنا في سينا دي كلها 150,000 200,000. سينا دي قد اسرائيل 4 مرات. تصور لو عمرت سينا ب 10 مليون واحد ممكن يكون ايه؟ وانا اعتقد سينا دي فيها امكانيات تعمر 10 مليون واحد. اللي فينا يروح يزور سينا. احنا كنا بنتكلم الوقت مع احد الزملاء على جنوب سينا، جمال جنوب سينا، امكانيات السياحه، امكانيات الزراعه، امكانيات الصيد، امكانيات زي ما انت عاوز. نجعل حلمنا في العشر سنين الجايه 10 مليون مواطن في سينا، نخلي سينا تزرع قمح يكفي مصر. يا ريت يا ريت يا ريت. نحلم بحاجه زي كده. خلينا وانا نلعب طاوله انا وانت نحلم. لا ان شاء الله الاحلام كلها تحقق باذن الله. طبعا بما ان حضرتك استاذ القلب العظيم هل جبت الهبيه؟
ابيك انا هاخد دول اتنين وهاخد دول اتنين. معرفش ده صح ولا لا، لكن لا سليم كده يعني سليم يا دكتور سليم. لا انا مصحصح جدا، لو لقيتني ما بلعبش كويس قول لي. لا لا مين السبب في الحب؟ في ناس بتقول القلب وفي ناس بتقول العين، مين يا ترى؟ لا ولا السبب يعني ممكن النظرة لكن اللي بيحب العقل المخ الدماغ. يعني لو شالوا قلب مثلا وانا بحب حضرتك وادوه لحد تاني، الحد التاني ده ما يحبكش؟ لازم يشيلوا مخي ويودوه لمخ حضرتك او العكس صحيح، نتبادل المخاخ يعني. ايوه بالظبط، لانه العواطف كلها في حته كبيره في المخ. نص المخ القداماني كانوا زمان مش عارفين انه بيشتغل ايه، كان حتى درجه بيسموه منطقه الظلام. حته قد كده في المخ ومش لاقي لها حاجه، يعني مثلا ينبهوا حته من هنا ادراك تتحرك، ينبهوا حته مش عارف ايه تشوف داش في ودانك، تشوف حاجه تاني. وبعدين نص المخ القداماني ضروري تتخيل سمره تحدث هذا بالتفصيل. هو ده المجمع بتاع الذاكره والعواطف والفكر كل شيء، الحته القدامانيه دي الكمبيوتر بتاع الجسم. طبعا وهو ده كمان المخ ده هو المسيطر، هو قائد المايسترو، هو اللي بيخلي القلب يسرع ويبطئ. لما يجي عيني يقول لي انا قلبي بيدق بسرعه، احاول افهمه انه مش غلطه القلب. وبقول له لما لو شفت اسد قدامك هتعمل ايه؟ هتلاقي قلبك بوم بيجري. هل هو الاسد اللي هو القلب بيجي بيضرب لانه عيان، ولا لانه جاله توجيه هنا من المخ؟ هو بيضرب ليه القلب بسرعه؟ المخ بعت له، المخ بعت له تنبيه. طب والتنبيه ده تنبيه عبثي؟ لا مش تنبيه عبثي، لان انت قدام الاسد هتعمل حاجه من اتنين، يا تجري يا تحارب، يا تعمل قطه، يا تجري يا تحارب الاسد او تحارب اللي قدامك. فكلا الحالتين عاوز تبقى في اقصى قدر من الكفاءه. عاوز القلب ده يضخ بدل ما بيضخ 5 لتر في الدقيقه يضخ 25 لتر في الدقيقه عشان يغذي كل عضله في جسمك بكميه طاقه عشان تستعد. يا تجري يبقى عندك طاقه جري، يا تحارب يبقى عندك طاقه حرب. يسموها في الفايت اور فلايت، فايت حارب او فلايت اهرب. فالمخ ده مش بس بيدي تنبيه للقلب انه يشتغل والعضلات، وتلاقي شعر الواحد واقف وكميه الادرينالين في الجسم اشتغلت والسكر نزل في الدم بنسبه عاليه جدا، استعد انه يتحرق عشان يدي الواحد طاقه. ربنا بقى سبحانه وتعالى دي حكمته، الا ما كانش الجنس البشري عاش الى الان. ما هي دي كل دي ربنا خلق في كل واحد فينا غرائز الدفاع عن النفس وغرائز الحياه، لان لو ربنا خلقنا من غير الغرائز ما كلنا كنا انقرضنا زي ما الديناصور ما انقرض، والحاجات اللي ما تستعدتش للتغيرات اللي حاصله انقرضت. طب لو طلع لحضرتك انت شخص، انت جبت حاجه دش، لو طلع لك انت الاسد فايت ولا فلايت ان شاء الله؟ مين انا؟ لا انا اعتقد انا عارف يعني قدري كويس، بقول لك رحم الله امرئ ان عرف قدر نفسه. فلايت. فلايت. ماشي يا دكتور. كنت حضرتك قلت تصريح يعني فجر حاجه غريبه جدا، الله اعلم هل فعلا، انه كتير قوي بتنزل تصريح يعني بيجوا ضيوفنا بيقولوا احنا ما قلناش كده. حضرتك قلت بالنسبه للادمان انه حتى بعد العلاج 80% بيعود مره اخرى الى الادمان، حضرتك قلت كده فعلا؟ انا قلت اكتر من كده. انا قلت في ظروف مصر الحاليه والامكانيات الحاليه للعلاج لا يوجد علاج لادمان الهيروين. مفيش علاج. بمعنى ايه هو علاج ادمان الهيروين؟ لازم نرجع لاصل الادمان ايه. اصل الادمان واحد شاب بيعاني من فراغ بطاله، بطانه سوء حواليه، زينت له هذه العمليه، ادمن، ركب فيه الهيروين. الهيروين عيبه انه اذا انت لم تاخده في الميعاد جسمك بيصرخ، لانه هو بيستبدل ما يسمى بالمورفين الداخلي. كل واحد فينا بينتج مورفين داخلي، ربنا من حكمته خلينا نتحمل انت بتمشي حضرتك تتخبط في حاجه برجلك، ورجلك توجعك شويه وتخف. ليه بتخف؟ لان انت بتنتج مورفين داخلي يوم يسكن لك الالم. المغص مصارينا بتكركب تمهار وبطننا بتشتغل تمهار وما اعرفش، الواحد بيخبط ظهره وبعد شويه تتوجع وبعدين يروح الوجع. ايه اللي بيروح؟ بيضيعوا ايه؟ بيضيعوا المورفين الداخلي. الهيروين ده والكوكايين والحاجات دي اول ما بتخش تروح تستولي على مصادر انتاج الهيروين او المورفين الداخلي. الجسم ما ينتجش، معتمد على انه جاي له حاجه من بره هتسكن بداله. الحاجه دي امتنعت تتأوه كل خليه في جسمك، تتوجع. حركه دراعك بتوجع، مفيش مورفين هتقول حجره بطنك بتوجع، هيجي لك مغص، حركه مش عارف ايه. فالعيان طبعا مدمن الهيروين ده بيبقى تحت الام رهيبه. حاجه تانية اللي بيعملها الهيروين مع الاسف الشديد
انه بيشل تفكير المواطن عن الخير والشر. تحصل على الهيروين باي طريقه، تبيع بلدك. يعني احنا سمعنا على الحاجات المزعجه ان راجل بيتاجر في اعراض اولاده عشان ياخد فلوس يجيب هيروين، فقد تماما اي معايير للخير والشر. ولهذا السبب الناس بتقول ايه يعني يا اخي، ما في حد يبقى في 20,000 مدمن هيروين ولا 100,000 مدمن هيروين؟ طب احنا عندنا في 10 مليون مواطن بتوع بالهرس، اشمعنى يعني ما انتش موجوعين على بالهرس قوي زي ما موجوعين على 100,000؟ ما يروحوا في 60 ده. ممكن تقول يروحوا في 60 ده. مأساة ال 100,000 مدمن هيروين ان انت عندك 100,000 قنبلة موقوتة، راجل اللي ممكن يرتكب اي جريمة. الى حد بيع بلده، بيع عرضه، بيع شرفه. شفت الولد اللي بيستولي اللي قتل جدته علشان لقى مش عارف عاوز يخنقها عشان ياخد منها حتة مساغ يروح يشتريه يجيب بيه هيروين، يفقد تماما الفارق ما بين. ولذلك جميع الجرائم المقززة التي لا يتصور الإنسان انه في بني آدم يرتكبها الا اذا كان وحش، لابد هذا الإنسان تحت تأثير المخدر او الإدمان اللي محى من ذاكرته ومن مخه الفرق ايه بين الصح والغلط وبين الخير والشر وبين اللي لا يجب ولا لا يجب واللي يمكن يعمله بني آدم وممكن يعمله حيوان. وهذا هو المأساة. بني آدم ده عشان يتعالج عاوز إيه؟ عاوز أحطه في مكان أعزله عن بيته. أولا إذا رجعته لبيته تاني مفيش فايدة. اللي بيوزعوا هيروين عندهم المنمرين الناس، لما بواحد بيختفي بيجروا وراه، راح مستشفى فلان الفلان يجروا وراه ينزلوا له الهيروين، لأن المعلم الكبير حدد حواليه عدد له الناس اللي بتاخد التذاكر. بيبيع 10 تذاكر في اليوم لانه هو غالبا مدمن روكر، فعشان يوزع 10 تذاكر بياخد هو التذكره ال 11 ببلاش. نقص واحد خدوه ادوه العلاج، يشعبط وراه يطلع صور يجري وراه العقليه يجري وراه ما اعرفش مين ويدي له التذكره. جميع المستشفيات الخاصه، وانا بقولها بقى هنا على هذا الكلام وانا مسؤول عنه، المستشفيات الخاصه والعامه وجميع مراكز علاج الادمان يوزع فيها الادمان بواسطه المجرمين اللي هم بيتجروا في اعراض ومستقبل وشرف هذه الامه. ايه راي حضرتك؟ من موقعي يعني كرئيس الجمعيه المصريه للطب النفسي ان اقول ان ده في مبالغه شديده جدا وراي خاص ولا نستطيع تعميمه. دكتور حمدي حضرتك شرفتنا ونورتنا وافدتنا كتير بارائك الجميله اللي احنا دايما متابعينها طبعا، ودايما نشوفك على خير ان شاء الله. شكرا جزيلا، انا بشكرك على الوقت الطيب اللي قضيته، وبشكر كل الاخوه اللي كانوا معانا النهارده في التسجيل واللي ساعدونا. الحقيقه انا يعني أنا كمان قضيت وقت طيب جدا معك. أهلا بك يا دكتور. أعزائي المشاهدين، بعد هذا اللقاء الذي أنار فيه الدكتور حمدي السيد كل جنبات القصر، نودعكم بإذن الله ونلتقي في الأسبوع القادم مع نجم جديد يضيء قصر النجوم. تلاقي والبرديات تلاقي والمطبات تلاقي
بدل ما